الحقيقة في البداية بتقدم لسيادتك وافر الشكر والتقدير على إقرار أسلوب عمل لجنة دراسة برنامج الحكومة، ولأول مرة بحضور السادة الوزراء ونوابهم أمام اللجنة كل في مجال اختصاصه، وعرض برنامج الحكومة في وزارته ومناقشة السادة أعضاء اللجنة لسيادته. والحقيقة ساعد على نجاح أعمال هذه اللجنة التفاهم الكامل للسادة الوزراء لمهام اللجنة، وأيضا حضور السيد المستشار محمود فوزي كل جلسات اللجنة، وأيضا الحقيقة القيادة الحكيمة والإدارة الحكيمة من معالي المستشار أحمد سعد رئيس اللجنة، وأيضا المناقشات والمداخلات القيمة من السادة الأعضاء اللجنة، وأيضا المعاونة الصادقة من الأمانة العامة في كل أعمال اللجنة. سيادة الرئيس، إنني من خلال مراجعة بيان الحكومة المكون 270 صفحة، وأيضا من خلال مناقشة هذا البرنامج مع السادة الوزراء في اللجنة التي نتج عنها تقرير من 57 صفحة وانتهت إلى مجموعة من التوصيات نطالب الحكومة بالأخذ بها. وعلى ذلك أود أن أشير سيادة الرئيس إلى أن برنامج الحكومة جاء محققا لطموحات المصريين، وتضمن أربعة محاور رئيسية شملت مستهدفات متعددة تلبي الاحتياجات الراهنة للمواطن المصري، وأيضا تعزز من استقرار البلاد، وأيضا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والدولية المتقلبة. كما أن هذه المستهدفات سيادة الرئيس التي تضمنها البرنامج ستساهم بشكل فعال في تحسين الأحوال المعيشية للمواطن من خلال أهداف تنموية واقتصادية محددة تشمل تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتنفيذ المرحلة الثانية مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للمواطن في القرى المصرية. وأيضا سيادة الرئيس، كما أن تعيين نائبين للسيد رئيس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية يعبر عن أولويات الحكومة في المرحلة القادمة. وفي النهاية سيادة الرئيس، إنني متفائل بتشكيل السادة الرئيس وأعضاء الحكومة الجديدة وقدرتهم على تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة الطموح، وأيضا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على بيان الحكومة، وأيضا أمنح الثقة للحكومة باسم الهيئة البرلمانية وفي ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا سيادة الرئيس.